اليوم تم عقد جلسة مجلس محافظة نينوى والاعتيادية الجلسة 80 في مقر المجلس بمدينة الموصل. تم مناقشة الكثير من فقرات جدول أعمال المجلس، وتم اتخاذ القرارات اللازمة وأيضا التوصيات بالمواضيع التي تم إدراجها ضمن جدول الأعمال. تم اتخاذ قرار من مجلس المحافظة في موضوع المشاريع الاستثمارية والتشغيلية للدوائر المنقولة صلاحياتها إلى محافظة نينوى ضمن بما يطابق قانون 21 لمجالس المحافظات. اليوم تمت المصادقة من قبل مجلس المحافظة على المشاريع الاستثمارية والخطة الاستثمارية لهذه الدوائر، والتي سوف تتضمن ضمن موازنة الدولة العراقية في 2019 إن شاء الله. أيضا كان هناك موضوع آخر في مسألة محاضري الجامعات في محافظة نينوى. تم تقديم طلب من مجموعة من محاضري الجامعات المحاضرين مجانيين في جامعة الموصل. تم اتخاذ قرار من مجلس المحافظة برفع توصية إلى وزارة التعليم العالي بضرورة أن تؤخذ بنظر الاعتبار المحاضرين المجانيين في جميع الجامعات، جامعات محافظة نينوى، جامعة الموصل، جامعة نينوى، جامعة الحمدانية، وجامعة تلعفر، وأيضا التقنية الشمالية، بأن يكون للمحاضرين المجانيين الذين اليوم هم مباشرين في هذه الجامعات ومستمرين بالدوام أن يكون لهم الأولوية في التعيينات والدرجات الوظيفية التي سوف تمنح لهذه الجامعات. أيضا كان هناك قرار آخر ضمن جدول الأعمال، كان هناك مقترح لاستحداث قرية في ناحية ربيعة وهي قرية العالية، وتم التصويت من قبل مجلس المحافظة على استحداث قرية العالية في منطقة ربيعة أو في ناحية ربيعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى. أيضا كان هناك مناقشة لموضوع تم طرحه من قبل مجلس قضاء الموصل بالمصادقة على الإفرازات والأمور التي تخص بلدية الموصل من قبل مجلس قضاء الموصل. تم التصويت على قرار من مجلس محافظة نينوى على منح صلاحية لجميع المجالس المحلية ولكافة الوحدات الإدارية بالمصادقة على مقترحات البلديات التي تقدم بالإفرازات أو التخصيصات الأراضي ضمن التصميم الأساسي الموجود لهذه الوحدات الإدارية. طبعا بالتأكيد نحن مستمرين كمجلس محافظة نينوى بعقد جلساتنا الاعتيادية، وأيضا في مواضيع أخرى إذا تطلب الأمر سوف يكون هناك جلسات استثنائية.